ودائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نجدد التحية في هذا المساء، نجدد التحية هنا مع ختام هذه المنافسات على هذه المسافات 6 كيلومترات في انطلاق مساء هذا اليوم، والذي يحمل سن الحولي والزمولي من هجر أصحاب السمو الشيوخ في هذه المنافسة التي تبدأ مع هذه الانطلاقة الأولى باندفاع أول الأشواط، وهو الشوط الخاص بالحول المحليات إلى صايل الذي انطلق هنا مبشرا ومنطلقا مع بداية أول المنافسات. ترحيبنا بسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم المتابع الدائم لانطلاقات سباقات الهجن العربية الأصيلة من خلال هذه البداية الأولى التي تعلن بأن منافسات الرقص مع الكبار بدأت هنا في مشاهدها الأولى، ومن خلال انطلاقاتها الأولى التي تحمل هذه الأسماء وتحمل هذه المنافسات وتحمل أسماء يعرفها كل عشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة. نسير مع المقدمة، نتابع البداية الأولى وننطلق مع أول المندفع المندفعات أريام على المركز الأول لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، بينما المركز الثاني سرابة لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير في التضمير الشاهينية. المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد، بينما ننتظر المركز الرابع من تأتي على انطلاقة المركز الرابع في هذا الاندفاع، وهي الداني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري، والتدخل القادم من الوثب لهجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي، بينما المركز السادس دخول من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان، بينما المركز الثامن هنا ظهرت رقيص لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مروشد، بينما المركز التاسع انطلاقة سرابة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع حمد بن علي العويسي، والمركز العاشر هذه متعبة لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، منافسات هذا المساء، انطلاقات هذا المساء، وما تحمله هنا من خلال تواجد هذه الأسماء الكبيرة من حولي وزمولي أصحاب السمو والشيوخ من خلال المنافسة على أول الأشواط، وهو الشوط الأول، والجائزة هي سيارة طبيعي للفائز بالمركز الأول، وكل مهرجاننا الختامي ما شاء الله وتبارك الله ينطلق دائما بهذه الجوائز القيمة التي ترصد لتعطي الإثارة هنا حقها في التنافس على أرضية هذا الميدان. نعود إلى المقدمة، نتابع الصدارة والتنافس الثنائي الذي يبدأ في هذه اللحظة بين أريام التي تقود المركز الأول بشعار هجن الرئاسة، والبارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يطلق أريام هنا تغني في مقدمة الشوط، بينما سرابة على المركز الثاني أيضا بشعار هجن العاصفة، والواثق حمد بن راشد بن غدير يراقب هذه الانطلاقة ويراقب هذا التحدي والمسار. المركز الثالث نقول هنا ما شاء الله ما شاء الله، الوثب تأتي على المركز الثالث لهجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي، هذا هو ظافر المضمرين الذي ينطلق في مسار الاندفاع، ولكن أتابع منصورة لهجن الشحارية وسلطان بن محمد الوهيبي العملاق، أيضا يعد العدة للمنافسة القوية ومتعبة مع هجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. ما شاء الله هذه الأسماء الخمسة، وسادسا أتابع سرابة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي، والدانة تأتي على المركز السابع في هذا التحدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن سالم المسافري. هذه أسماؤنا ونحن هنا ننطلق بقوة مع الرقص، ننطلق مع الرقص
مع الكبار يا سلام، أهازيج وأغاني ورقص وسهر يا سلام، متعة المقدمة هنا نحضرها مع هذه البداية. الله 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 الله، الكل متواجد والكل هنا في استمرارية هذا التنافس المميز هنا بين هذه الشعارات، هذين الشعارين المتميزين دائما في كل المنافسة. لكن ننتظر المزيد من التحدي والذي يعطي إثارة التشويق لمنافسة هذه الرياضة العربية الأصيلة. سرابة 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 وهي التي بدأت الآن في التقدم إلى المركز الأول. الواثق حريص على أن يكون هنا في المقدمة والبداية، والبارع أيضا يرقص مع وجود الأريام. عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي مع الأريام التي تأتي مع هذا الاندفاع. منافسة مبكرة ومنصورة، منصورة وصلت، منصورة خطرة، هذه منصورة هجن الشحانية والعملاق. أيضا سلطان بن محمد آل وهيبي هو خطر في المشاركات، خطر في التحديات، خطر في الانطلاقات، وجوده خطر في خطر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. إذا هنا ثلاثية مع مقدمة هذا الشوط، الثلاثة الشعارات العملاقة. يا سلام، صراع المنافسة المتميز الذي يأتي بوجود هذه التحديات. الشحانية، العاصفة والرياسة، الكل يبدأ هنا. نبدأ مع هذه الثلاثية، منصورة في المركز الثالث إذا لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي، والمركز الثاني أريام، على المركز الثاني لهجن العاصفة، لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي وسرابة، على المركز الأول لهجن العاصفة، وهناك حمد بن راشد بن غدير مع هذا المسار وهذه الانطلاقات. يوم تقبل النحايه ما تهايب ما تميز وين ليدين تحذف. هنا المقدمة والبداية، وأيضا المنافسة التي تحضر مع هذه اللحظات. إذا الكيلومتر الأخير الذي يدشن إلى نهاية المنافسة، بدأ التحرك، بدأ الجد هنا مع هذه الشعارات. يا سلام، العاصفة مع سرابة على المركز الأول، والشحانية مع منصورة في المركز الثاني والمركز الثالث. هنا تنطلق أيضا وجود أريام لهجن الرئاسة، هذه الأسماء الثلاثة الأولى في هذا التنافس. ولكن دور على سرابة، دور على سرابة، خلاص سجل ودون، سجل ودون. يا سلام، من يلحق السراب؟ من ينطلق هناك مع المركز الأول؟ الله الله الله، تهانينا إذا والناموس من خلال البداية الأولى لهذا الاندفاع القوي والمثير. سرابة، وهي سرابة بالفعل، سرابة، تهانينا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الذي أطلق أيضا سرابة إلى خط النهاية وطارت إلى نهاية هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الله، انطلق الجميع، اندفع الكل، سار الكل هنا إلى نهاية هذه الانطلاقة الأولى. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز. مساء الفل، مساء عاصفي، يبدأ بعاصفة المركز الأول وسرابة. المركز الثاني، إذا هنا على المركز الثاني منصورة في المركز الثاني لهجن الشحانية، والمركز الثالث أريام لهجن الرئاسة، تصل في المركز الثالث. هنا تتهادى على المركز الرابع الوثبة أيضا لهجن الرئاسة، والمركز الخامس هنا أيضا صوايح لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هذه هي النتائج الخمسة الأولى، ونذهب مع المقدمة نتابع هذه البداية، نتابع الانطلاقة ونتابع التوقيت الزمني الذي يحمل أيضا هذا المسار. 8:55 وتسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجن عاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير على هذا الأداء. المركز الثاني منصورة كانت ثانيا في هذه الانطلاقة، وهجر شحاني إذن في المركز الثاني. تهانينا والناموس، تهانينا سلطان بن محمد الوهيبي، والتوقيت
الزمن الذي صاحب انطلاقتها 9 دقائق 6 ثواني جزء واحد من الثانية، والمركز الثالث كانت أريام لهجن الرئاسة، تهانينا والناموس تهانينا عيسى بن أحمد بن ماي الخيالي، وأيضا توقيت جاءت به أريام هنا لتختم هذا النداء وتختم هذه البداية التي انطلقت تحمل هذا الانطلاق، تحمل هذه اللحظات المميزة التي تتابع كل إثارة هذا الميدان. 9 دقائق 19 ثانية 4 من الأجزاء من الثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، سعد الله مساكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل تحية من ميدان المرموم لسباق الهجن العربية الأصيلة، حيث الكبار ورقصها بمسافات الصغار 6 كيلومترات مسافة أشواط هذا المساء. جوائز